أهلا بحضراتكم. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتداول الشائعات والأخبار الكاذبة، والحقيقة إن مواقع التواصل منحت عدد كبير من الناس الحق في نشر وتداول المعلومات، وللأسف البعض تعامل مع الحق دوت بشكل غير سليم، فبدأ بعض الناس يشاركوا معلومات وصور غير صحيحة من غير ما يتأكدوا من مصدرها أو حتى حقيقتها إيه، وده في الحقيقة بيعمل مشاكل كبيرة جدا على كافة المستويات أو على المستويات كافة. ليه احنا بنقول المقدمة ديت وليه قلناها اكتر من مرة قبل كده؟ لان خلال الساعات اللي فاتت تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالاسكندرية خبر كاذب بيتكلم عن سقوط مصعد من الدور ال 13 باحدى عمارات بشائر الخير، واصفر دوت عن وفاة رجل عنده 5 اطفال. ايه حقيقة القصة ديت؟ وهل القصة ديت زي ما تم سردها على مواقع التواصل الاجتماعي كده ما فيهاش اي تحريف وما فيهاش اي تغيير، ولا القصة وراها حكاية مختلفة؟ في الحقيقة ان فعلا القصة طلع وراها حكاية مختلفة، والراجل هو اصلا كان بيعاني من مرض القلب، وكان بيتابع بشكل دوري مع دكتور علشان يتعالج منه، ومفيش اي سقوط للمصعد، وحتى لما تم فحص المصعد من قبل الجهات المختصة تبين سلامته وخلوه من اي اعطال فنية. الاجهزة الامنية بالاسكندرية تحركت فور انتشار الشائعة واجرت تحريات حول الواقعة، وتم التنسيق مع رئيسة الحي لاجراء معاينة فنية للمصعد وتبين سلامته وخلوه من اي اعطال فنية. كمان اكدت الاجهزة المعنية بمحافظة الاسكندرية انه تمت مراجعة التقرير الطبي لحالة المتوفي، واتضح زي ما قلت لحضراتكم ان سبب الوفاة توقف عضلة القلب، وان هو مفيش اي شيء بيشير الى وجود اصابات ظاهرية ما عدا بس وجود جرح سطحي في الخد الايمن للمتوفي، وده بسبب لان هو لما توقفت عضلة القلب وتوفى وقع في ارضية المصعد، ولما وقع طبعا اصطدم خده بأرضية المصعد بقوة، فده تسبب في الجرح اللي موجود في الخد، ولكن مفيش سقوط للمصعد زي ما الشائعة قالت. كمان أفادت المصادر بوجود تاريخ مرضي للمتوفي، وإنه كان بيعاني من مرض الصرع في بعض الحالات، وكان بيتعالج من كل تلك الأمراض. وقع زادات في الحقيقة بتستدعي مننا وقفة مع الشائعات والأخبار الكاذبة اللي بتنتشر من وقت للتاني بدون وجود مصادر حقيقية، بتستدعي مننا إننا قبل ما نقوم بنشر أي معلومة غير منضبطة إننا نرجع للمصادر الصحيحة للمعلومة، والحقيقة إن إحنا ممكن نعمل دوت بكل سهولة عشان نتوخى الحذر في نشر معلومات من مواقع وصفحات معروفة أو هزلية، قد تكون تلك المعلومات مجرد شائعة هدفها إثارة البلبلة ونشر معلومات غير صحيحة بين كافة المواطنين علشان بعد كده يتم يعني استخدامها لأغراض أخرى. زي ما قلت لحضراتكم أي حد بينشر معلومة ممكن يتأكد منها من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات اللي هتساعده في التأكد من مدى صدق وصحة تلك المعلومة، زي إنه يزور الصفحة اللي بتنشر المعلومة ويتأكد من مدى مصداقية هذه الصفحة، وهل هي صفحة رسمية وموثقة ولا صفحة عشوائية. كمان لازم يتأكد إذا ما كانت الصفحة ديت أو المعلومة ديت مجتزأة من السياق بتاعها، ولا هي المعلومة محطوطة في السياق السليم ليها، وهل المعلومة ديت جديدة ولا معلومة قديمة وتم إعادة صياغتها ونشرها مرة تانية، وهل المعلومة متناقضة مع نفسها أو متناقضة مع تصريحات أو معلومات أخرى، ولا لا يوجد لها أي تناقض. من خلال طرح تلك الأسئلة ومن خلال الخطوات ديت تقدر تتعرف أو تقدر تعرف إذا كانت المعلومة ديت صحيحة ولا غير صحيحة، وأي حد مننا يقدر يعمل دوت بكل سهولة من خلال إن هو يجيب المعلومة ويحطها على أي محرك من محركات البحث المشهورة عالميا، ويعمل بحث على المعلومة ديت، ومحرك البحث هيجيب له أصل وفصل المعلومة ديت. إذا كانت معلومة صحيحة هنلاقي كتير من المواقع الإخبارية نشرها، لو معلومة مش صحيحة مش هتلاقي مصدر صحفي أو مصدر ذو ثقة نقدر نقول نشر المعلومة ومن خلاله نقدر نقول إن المعلومة ديت صحيحة ويمكن الوثوق فيها. وأيضا لما تحط المعلومة على محرك البحث هتقدر تعرف تاريخ نشر هذه المعلومة إذا كانت صحيحة وأصلها وفصلها وكل حاجة أنت حابب تعرفها عن المعلومة ديت عشان تتأكد قبل ما تنشرها إذا كانت صح ولا غلط. زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير من الفنانين والمشاهير سواء فنانين أو رياضيين أو غيرهم بيبقى في صفحات فيك بأسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وده منتشر بشكل كبير، والصفحات ديت بتطلع تصريحات وبتنسبها لهؤلاء الفنانين أو المشاهير بشكل يعني يثير بلبلة ويثير جدل، وده بيعمل أزمة أيضا كبيرة لعدد كبير من المواطنين
والفنانين والرياضيين اللي بيتعاملوا مع هذه المعلومة على انها صحيحة، ده بالنسبة للمواطنين، او الفنانين اللي بيتقال على لسانهم كلام مش صح وفي الاخر بيعملهم الكلام دوت مشاكل كبيرة. فبرضو لازم نتأكد من الصفحة اللي نشر المعلومة، اذا كانت صفحة متعلقة بفنان هل هي بالفعل متعلقة بالفنان والصفحة ديت بيملكها وبيديرها بنفسه، ولا الصفحة ديت هي صفحة منتحلة لصفة هذا الفنان. وفي قضايا كتير على يعني تم تداولها في صحات القضاء لانتحال صفة على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي. ده بالنسبة للمعلومة. لو رحنا للصورة، ازاي نقدر نتأكد من صورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكتير مننا يعني بيقابل صور كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها بيكون يعني مفبرك لدرجة مضحكة. فلازم نتأكد من أي صورة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فحص الصورة والتأكد هل هناك تعديل على الصورة ولا الصورة ما عليهاش تعديل والصورة أصلية. طب بعض الناس مش هتعرف تعمل الكلام دوت، ممكن تاخد الصورة وتعمل عليها بحث على مواقع البحث الشهيرة. مواقع البحث الشهيرة زي ما قلت لحضراتكم وزي ما بأكد لكم من خلال التغطية بتتيح خاصية عمل بحث من خلال صورة. فلما تعمل بحث بالصورة على موقع تواصل أو موقع عفوا محرك بحث، هيبان ليك إذا كانت الصورة ديت سليمة ولا غير سليمة وملهاش أصل. ولو كانت سليمة موقع البحث هيقول لك تاريخ نشرها ومكان التقاط الصورة ديت وكل المعلومات اللي انت حابب تعرفها عن الصورة. أخيرا بنتعامل أيضا مع بعض الفيديوهات اللي بتكون منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبتكون الفيديوهات ديت ملعوب بيها أو ملعوب فيها أو مجتزأة من السياق بتاعها علشان تظهر شيء غير حقيقي يتم استخدامه لأي غرض ما. لازم نحن ناخد بالنا في التعامل أيضا مع الفيديوهات من خلال التطبيقات المتاحة للتأكد من أصل ومصدر الفيديو. وفي العديد من التطبيقات على المواقع المختلفة تقدر من خلالها أن أنت تدخل عليها الفيديو وتقدر تعرف إذا كان الفيديو ده تم التلاعب فيه ولا لأ. وإذا كمان يعني أنت مش حابب تعمل ده كله، زي ما قلت لحضراتكم يعني تقدروا تدخلوا على مواقع البحث وتحطوا كلمة خاصة بالبوست اللي نشر الصورة أو البوست اللي نشر الفيديو أو بالمعلومة اللي تم نشرها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال موقع البحث هتقدر تعرف إذا كانت صح ولا غلط. لو المعلومة صحيحة كل المواقع الإخبارية بتنشر كل المعلومات بشكل دوري وبشكل مستمر علشان المواطنين يكونوا على اطلاع دائم بكل ما يجرى أو ما يجري حولهم من أخبار ومعلومات بتخص كافة المجالات سواء الفن أو الرياضة أو الاقتصاد أو غيره من المعلومات اللي انت قد تكون محتاج ليها. فلو في مصدر او اصل للمعلومة ديت، اصل خبري او اصل من مصدر موثوق، فاذا هي معلومة صحيحة. ودوت لو مش موجود فتأكد تماما ان المعلومة ديت غير صحيحة. وقبل ما اختم مع حضراتكم بأكد لكم ان الشائعة اللي انتشرت عن سقوط مصعد الاسكندرية ملهاش اساس من الصحة، وايضا مفيش اي موقع اخباري نشر المعلومة بهذا السياق المغلوط تماما. وزي ما قلت لحضراتكم المعلومة الصحيحة ان الراجل بيعاني من مرض القلب، وايضا بيعاني في بعض الاحيان من نوبات الصرع، وديت بتعمل له مشاكل ادت الى توقف عضلة القلب ووفاته داخل المصعد، وفاته نتيجة المرض وليس وفاته نتيجة سقوط المصعد. انتهت تغطيتنا، بشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع.